أهلا وسهلا بحضراتكم، معكم دكتور طارق سعد شعلة، زميل الكلية الملكية للجراحين بجلاسكو. النهاردة حابب أتكلم معاكم عن موضوع عمل الألوان. هنحاول إن احنا ندخل بعمق شوية فيه عشان نفهم إيه مشكلة المرض ده. عمل الألوان من الأمراض الوراثية اللي بتصيب الذكور أكتر من السيدات، وبيكون عامل الوراثة فيه دور مهم جدا. هو بينتقل في الأغلب من ناحية الأم للأولاد. المرض دوت بيأثر على الأطفال وعلى الشباب وعلى الكبار، وهو بيأثر عليهم من ساعة الولادة، لكن في الحقيقة احنا ما بنكتشفوش او ما بيظهرش دلالات لعمل الوان الا لو حصل موقف معين او عند اجراء الفحص الطبي. عمل الوان ليه اسباب كتيرة جدا، لكن اللي احنا مركزين فيها النهاردة او اللي احنا هنتكلم فيها النهاردة هو عمل الوان الوراثي، لأن عمل الألوان الغير وراثي اللي هو ناتج عن أمراض أخرى في الشبكية أو في عصب العين، الحقيقة لم يتم إلى الآن التوصل لعلاج ليها أو حتى عدسات تحسن من الرؤية أثناء النظر أو أثناء استخدامها في حالات عمل الألوان الغير وراثي. عمل الوان بلاش عمل الوان هنقول الخلايا في الشبكيه عندنا ثلاث خلايا مسؤوله عن رؤيه الالوان. خلايا مسؤوله عن رؤيه الاحمر، واخرى للاخضر، واخرى للازرق. الخلايا ديت اذا اصاب اي واحد فيهم ضعف بيسبب لنا نوع من انواع عمى الالوان الوراثي. لو مثلا الخلايا المسؤولة عن اللون الأحمر هي اللي فيها الضعف أو المشكلة، بيبدأ يحصل عندنا عمى ألوان للون الأحمر اللي هي البروتان. لو للخلايا المسؤولة عن اللون الأخضر بيبقى الديوتران، والخلايا باللون الأزرق لو حصل فيها مشكلة ده بيبقى النوع الثالث اللي هو الترايتان. بعيدا عن المسميات العلمية، مريض عمل الألوان بيشوف الرؤية بيشوف الألوان بصورة مختلفة تماما أو بصورة مختلفة بشكل كبير عن اللي احنا متعودين عليه. تعالوا نشوف مع بعض هو ممكن مريض عمل الألوان بيشوف ازاي. لو ده طبق فاكهة كده قدامنا أو خضروات عفوا قدامنا وبصينا عليها، نلاقي إن واضح عندنا الطماطم باللون الأحمر، الفلفل باللون الأخضر، وفي فلفل باللون الأصفر. اللي عنده عمى ألوان للون الأحمر بيفقد تماما اللون الأحمر من الرؤية، وبيبدأ يشوف الحاجة وكأنها كلها درجات من الأخضر. اللي عنده عمى ألوان للأخضر بيبدأ يلقط شوية اللون الأحمر، بس برضو ما بيبقاش قادر يميز الدرجات ما بين الأخضر والأحمر بنفس الشكل. اللي عندهم التريتانوبيا أو عمى الألوان بسبب تأثير الخلايا اللي بتشوف اللون الأزرق بيبدأ عندهم يشوفوا بالمنظر ده اللي هو الحاجة كلها محمرة، مفيش قوي أخضر ولا في أصفر ولا في أزرق طبعا تماما. مش عاوز أفاجئكم وأقول لكم إن نسبة عمى الألوان في الذكور 1 في كل 12، ده تقريبا 8% من الرجالة أولاد وكبار عندهم نسبة من عمى الألوان. السيدات النسبة عندهم أقل بكتير، هما دايما محظوظين، هي 1 في 200.
عمل ألوان من الأمراض اللي الحقيقة المصاب بيها بيبقى حاسس إن هو معزول كده عن العالم، أو في شيء من الحاجز بينه وما بين العالم الخارجي، خصوصا لما بيتفتح نقاش عن لون حاجة معينة، أو بيبقى مطلوب منه إن هو يعمل حاجة بلون معين، هو بيحس إن هو بيتكلم في شيء والشخص اللي قصاده بيتكلم في شيء مختلف، فبيبدأ يتكون حاجز هو مش قادر يخترقه ومش قادر إن هو يتخطاه علشان يوصل للطرف الآخر. مهم جدا احنا نساعدهم واحنا نتفهم وضعهم واحنا نتخطى احنا الحاجز، ونفهم ان الشخص اللي عنده عمل الوان دوت مش شايف بنفس الوضوح وبنفس الجودة اللي احنا شايفينها. ومن هنا بوجه ندائي للأمهات وللمعلمات والمعلمين وللزوجات وللأخوات في البيت، إن ما يكونش فيه تعليقات يعني سلبية أو جارحة لأي شخص عنده النقطة دي. أولاً دوت مش هيساعده في أي حاجة، ثانياً هيبدأ يتقوقع ويبدأ يكون فيه مشاكل نفسية أخرى ممكن تعيقه إن هو يشتغل أو إن هو يتعلم أو إن هو ينطلق في الحياة بشكل عام. لابد من معاملة المشكلة بحجمها وبالطريقة الصحيحة. مريض عمل ألوان هو شايف كويس كرؤية كنظر، لكن هو مش شايف ألوان كويس، لكن هو مثلا يقدر يحدد لنا العلامة فوق تحت يمين شمال، مفيش أي مشكلة لغاية 6/6 وأحسن من كده كمان، لكن لما بنيجي في الفحص بتاع عمل ألوان هو ما بيبقاش شايف الأرقام الموجودة. فلابد ان احنا نتفهم ان دي مشكلة. الحمد لله ان احنا دلوقتي بقى عندنا الحاجة اللي ممكن تساعدنا ان هو يميز الالوان اكتر، وان هو يشوف الوان اكتر ويميز الالوان بصورة افضل وبصورة ادق وبصورة احسن. نساعدهم بده، ان يعني مثلا هي العدسات المسؤولة عن تصحيح عمل الالوان بيبقى فيها اللون الاحمر ده بمختلف درجاته، ممكن يكون بينك يعني حاجة أحمر وردي فاتح خالص، وممكن يكون أغمق من كده. نساعد الناس ديت ونفهم ونتفهم إن هم لو لبسوا العدسات دي أو لبسوا النظارة دي هم مش يعني مش بيعملوا حاجة نشاز عن المجتمع، أو إن هم بيعملوا حاجة عشان يبقوا مثلا يعني روشين مثلا ولا أو كده، لا هو محتاج ديت علشان يشوف بيها. فإحنا لازم من ناحيتنا كمجتمع بقى، مش بس الدائرة القريبة منه، إحنا كمجتمع لابد أن نكون عندنا تفاهم للأمر ده، ما يكونش في مجال للتنمر، ما يكونش في مجال للسخرية من حاجة زي كده يعني. فدي هتبقى نقطة، لو إحنا كمجتمع أصبح عندنا وعي بالأمر ده وأصبح عندنا تقبل للأمر ده، ده هيساعد مريض عمل ألوان إن هو يخترق الحاجز اللي هو محطوط فيه ومعزول فيه عن بقية الناس. ده كان جزء كده كمقدمة اتكلمنا فيه عن أنواع عمل ألوان وأسباب عمل ألوان، وإزاي مريض عمل ألوان بيشوف، وإيه الحلول المتاحة لنا لمساعدة مرضى عمل ألوان. شكرا جزيلا لكم.